قبل ما تشاهد الفيديو المرجو اشتراك في القناة والضغط على زر الجرس. السلام عليكم، معكم مطبخ حنان ام ويصال اليوتيوبرز مغربيه. سبق لكم شفتوني في هذا الموقع، هذا هنا طليت عليكم من جديد. قلتي لي علاش تختاري الطبيعه، علاش ديما تلقاوك في الطبيعه؟ لان الطبيعه اصلا زوينه، الطبيعه كيفوج فيها الانسان، كيبدل فيها الجو. اصلا الخضوره كتحسي بواحد تجديد في الشوفه ديال العين، يعني الخضوره اصلا مزيانه للشوفه ديال العين، تسرحي فيها عويناتك، وفي نفس الوقت تيكون جو اللي هو نقي. الربيع انا تنفضل، ماشي انا غتشوفني من دابا مني كتبدا الطبيعه وانا خارجه ليه حتى كتكرم. اكيد اكيد، النهار اللي كنكون ما كنصورش وكنشقى في داري تنحس براسي خفيفه لواحد الدرجه ما تتصورش، لان ما عندي تصوير، ما غادي نقل السيبوره من هنا، ما غنقل الفيديو، ما غنبقاش عكس انني ملي كنكون كنصور خصني نتكونسونطرا مع التصوير، خصني نتكونسونطرا مع فين وقفت في الهضره، فين وقفت في التصوير، فين واحد اللقطه خصها تكون تابعه ديك اللقطه ديال الفيديو، يعني التصوير شويه صعيب. هادو كاملين اللي قلتي، كاملين هادو نقاط اللي غادي تكون عندها عامل بالنسبه لهذاك التعليق اللي كيحطوا ليا. ممكن تقدر تكون قناه متنافسه داخل داك التعليق، ممكن تقدر تكون الناس تيبغيو يشوفوك في واحد المحتوى اللي هو زوين، يقدروا يكونوا واش نقول لك اخويا، ممكن كيقدروا يكونوا قنوات كيدخلوا عندك بالقنوات وهميه غير بحال هكا باش يشكلوا لك شيئا ما الاحباط، باش انك انت كتقري داك التعليق تتقولي بصح نيتك وراه بصح هادشي اللي تيقولوك وراه بصح، ولكن عكس شو حنا بحكم الاقدميه ديالنا في اليوتيوب صبحنا تنعرفوا المتتبعين الاوفياء ديالنا اللي تيحطوا لنا التعليق يوميا واللي كيكون التعليق ديالهم بناء. انا ماشي تنفي التعاليق السلبيه، بالعكس انا ترحب بالتعاليق السلبيه، لحقاش بدوك التعاليق السلبيه تنعرفوا راسنا حنا المحتوى اللي غاديين فيه والطريقه اللي غاديين فيه. حقاش هو كان غير سوء تفاهم، انا ما نسميهش خصام لانني انا اللي كنت انفعلت بزاف وخرجت بواحد اللايف اللي كان ما كيليقش بالمستوى ديالي، صافي وقع اعتذار وصلح بيناتنا، ما نبغيش ندوي في هذا الموضوع بزاف لانني انا ما تنعتبر راسي حاليا، ما تنعتبر راسي عندي حتى شي مشكل مع هاد اليوتيوبرز، وحنا كنا خوت وكنا ايد في ايد، والغلط وقع غلط اللي غلطني انا تطلعت بهذاك اللايف. كنا نشوفك واش نعرف شي فيديو واحد من عندي انا، مرحبا انا والله القسم من عندي انا قلبي مسامح ومرحبا من عندي انا مرحبا، مي الطرف الاخر من رايي الشخصي حتى انا تنديرها. انا الوقت اللي حيت التعاليق كنت مريضه نفسانيا، الوقت اللي كان واقع مشكل بيني وبين ديك القناه حيت التعاليق لان جا السب بزاف والناس هذاك الصداع كامل كان غير سوء تفاهم وكان غلط، انا اعتبرته غلط لان ما كانش عندي الاستعداد باش انني نشوف دوك التعاليق او نقرا دوك التعاليق او نسمع دوك التعاليق، لهذاك حاولت لا عمرك تنوعدك تنوعدك انك عمرك ما تشوفني طالعه بشي لايف او كننتقد شي قناه او كننتقد شي حد، لا هادي الشيء ماشي من المحتوى ديالي وماشي من الاصول ديالي، هذاك غلط وقع. كان جاني في واحد الفتره انا كنت اصلا مريضه وما قدرتش نستحمل طلعت بهذاك اللايف، ما داك غيكون اخر لايف، يعني كاع الا بغيت الرد غنرد بطريقه راقيه وبطريقه اللي غادي يقدر يفهمني الانسان، اما داك الغوات غير تيغلط الانسان فيك، تيغلط المشاهد فيك. سي عندي مشكل مع ماشي عي مع قناه، مع بزاف تاع القنوات دعمتهم ووصلوا
كلمه شكر ما كتسمعيهاش منهم. هذا سبب من الاسباب لانني ما بقيتش ندعم. دابا ولاو تيتعرضوا عليا فلوس باش ندعم القنوات وموقفه الدعم حاليا، ما تندعمش. واخا هما ناس اللي وقفوا في طريق ناس وحدين اخرين مساكن باغيين الدعم، انا عندي ناس اللي دعمتهم ودخلتهم لداري وصوروا في داري وصوروا في كوزينتي وصوروا في كل شيء، ومديت لهم يد المساعده اللي اكثر ما كنت اختي غادي نمد ليها يد المساعده. وواحد النهار تنتفاجئ بواحد رده فعل ديال مولات هذيك القناه، هذاك الشيء خلاني تشوكيت من صحاب القنوات. ماشي كاملين بالطبع، كاملين الله عمر لهم الدار، ولكن هذا سبب من الاسباب اللي خلاني ما بقيتش نقدر ندعم شي قناه، ما بقاتش الثقه. اخر كلمه تنبغي نشكر المتتبعين ديال زناتا نيوز، كنبغي نشكر المتتبعين ديالي حتى هما ديال قناه مطبخ حنان ام وصال، وما تنساوش الدعم لقناه زناتا نيوز. كنطلبكم دعموا قناه زناتا نيوز لانه شاب من الشباب اللي اللي عندها طموح كبيره واللي عنده طموح في الحياه، وما كارهش انسان شو اي واحد فينا ما كارهش يزيد القدام. لما لا نمدوا ايدينا للشباب ديال اللي هما اللي غيخدموا البلاد من هنا لقدام. وهذا الشيء اللي كاين، كنقول لكم ما تنساوش تشيو تابوناو معايا مطبخ حنان ام وصال باش ما تكونوش غالطين. حتى انا بنت عين حروده، انا بنت 17 وساكنه حاليا في 17. ما تنساوش تابوناو في اليوتيوب وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد زناتا نيوز.